عبد الهادي. رجعنا لكم، وطبعا مبارك حق البطل عبد الهادي العدواني، واليوم متواجد معنا بالاستديو البطل عبد الهادي العدواني. نرحب فيك ويانا. هلا والله عبد الهادي. طبعا مباراه جميله، مباراه اتيحت لك فيها الفرصه انك تبين مهارات عبد الهادي العدواني. كلمنا عن انا شخصيا المباراة. شخصيا اقولها ان من اكثر مباريات بسلسله بطولات جي اف سي شدتني وعجبتني. لاحظنا فيها تنوع المباراه، لعبت سترايك، لعبت ارضي، يعني مثل ما نقول متعت الجمهور. كل ما طلع المباراه اشاد بادائك، قوه تحملك. تسلم حبيبي. كلمنا عن المباراه عبد الهادي. والله الصراحه انا كنت حاب اوصل شغله حق الجمهور ان نادي سايد كيك مو بس نادي جوجيتسو. انه يعني وايد ناس يتحكون يقولون العدواني بس ياخذ هالجراوند، العدواني ما نطق بوكس، العدواني من هالحكي. نعم. انا حبيت اثبت لهم ان انا اول شيء اعرف اطق بوكس، اعرف اشوت، اعرف اخلط، اقدر اتحمل، اقدر اخلط بين السترايك والجراوند. ما ادش بس اخذ جراوند، طقيت بالسترايك، خذيت جراوند، سويت سلام، سويت كل شيء، واخر شيء الحمد لله خلاص. بس حتى لو العدواني فرض طريقه اللعب الارضي، هذا طبعا شيء رسمي وما في اي نوع من الخطا. يعني بالعكس، يعني كل لاعب يفضل طريقه لعب معينه. كل لاعب يلعب على نقطه قوته، ما في لاعب يلعب على نقطه ضعفه. بالضبط صح. بس حبيت يعني اوصل رساله ان احنا لاعبين متكاملين، لاعبين شاملين. اي بالضبط، مو لاعبين جوجيتسو بس. يعني وشفته البطل احمد حياتي ما شاء الله، ما شاء الله صحيح، كله سترايك صحيح. لا ما شاء الله، الاداء كان مبهر. الجميع تحدث عن ادائك في هذه البطوله. طبعا ناصر المطيري ايضا ادى مباراه ممتازه، بطل ما شاء الله عليه، وكان عنده مرونه. كلمنا عن حركات السبمشن اللي انا حسيتك في بعض الحركات حسيت انه مرن جدا ما شاء الله. هو طويل وايد، انا صدت ريله اكثر من مره اعتقد. صح. ويعني صعب انك تسويها على واحد وايد اطول منك. انا صحيح. يعني توقعت اوكي، بس ما شاء الله ريوله وايد طويله، فما قدرت اخلصها. والله زين، هم باللعبه كان مستوى جيد ادى معك. ادى يعطيه العافيه، الحمد لله التوفيق من الله. وقول لنا عن تجهيزاتك لبطوله جي اف سي 4. ومثل ما انت عارف طبعا جي اف سي 4 هذه يعتبر لك اهم بطوله من شاركت فيهم. ليش؟ لان مثل ما الجمهور عارفين ومتابعينك ان انت فزت في جي اف سي 2 وجي اف سي 3، فباقي لك بطوله واحده. اذا فزت راح تتوج كاول بطل لسلسله بطولات جي اف سي. قول لنا عن تجهيزاتك، شنو ناوي تطور مستواك، تكتيكك؟ والله الصراحه ناوي، يعني احنا ريحنا فتره قصيره من وراء البطوله، ناوي ارد بقوه، لان هالبطوله صارت وايد مشاكل وصادفت بطولات قبلها بفتره قصيره واصابات. ما ندري انك عندك اصابه بالركبه. عدل. ما استهين باي احد، ويعطي العافيه ناصر ادى وكل شيء، بس انا عن نفسي احس نفسي ما كنت جاهز، يعني ما كنت 100% مثل ما يقولون. بس من رغم هذا فزت، الحمد لله التوفيق من الله، وصدقت محافظة على اللقب. ما فاز، لا فاز وأدى أداء ممتاز. ويعني أنت بتذكر أنا وياك تكلمنا، وأنت آخر فترة حكيت لي إن أنا تعبان ومو قادر أتدرب، صار لي 10 أيام مو متدرب، بس ما شاء الله عليك أديت أداء جيد. أتمنى المرة الجاية تكون الظروف أحسن، نشوف الفضل طبعا يعود لله، ثم فريقي ومدربيني اللي ساعدوني ووقفوا وياي طول الوقت. كلمة أخيرة تحب توجهها لأول شيء طبعا نادي سايد كيك وعلى رأسه عبد المحسن بابطين، وطبعا جمهورك اللي صار عندك ما شاء الله جمهور كبير، صرت من أحد نجوم هذا الفن. والله حاب أشكر الكوتش عبد المحسن بابطين، ساعدنا وعطانا وايد من وقته. حاب أشكر يعني ما بعدد، لأنه وايد وايد ناس ساعدوني. احب اشكر كل شخص ساعدني من سايد كيك الصراحه، يعني كانوا اخوان واكثر من اخواني، يفرغون نفسهم نهائيا عشاننا، وفوق هذا يجون كلهم حجزوا حق البطوله وياو ويشجعونا. دائما كنا نقول سايد كيك يعتبر اسره واحده، من رغم ان اللعبه فرديه، يعتبر سايد كيك اسره واحده. عبد الهادي العدواني، احب اشكرك على تواجدك معانا، وان شاء الله نشوفك حامل لقب بجي اف سي 4 ان شاء الله.
يعطيك العافية عبد الهادي، وإن شاء الله أتمنى لك طبعا التوفيق في البطولات القادمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا في فقراتنا. اللي يحب يتواصل معنا من خلال موقعنا على تويتر @wawanprotein، أو يشوف أخبارنا من خلال الويب بيج تبعتنا على الإنترنت gfc-mma.com. وإحنا طبعا بننزل من فترة لفترة صور بطولاتنا أو سلسلة بطولات GFC على موقعنا على الإنستغرام @gfcmma. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا اليوم، إن شاء الله نشوفكم بأسبوع القادم، مع السلامة. Next episode.